لا نعرف حتى الآن السبب، ربما تأتي للبحث عن الطعام أو للتزاوج. الدراسة مستمرة حتى الآن لمعرفة سبب تجمعها هنا في هذا الوقت. اكتشفنا أن مئات من أبقار البحر تأتي بشكل موسمي في تجمعين كبيرين أو ثلاثة إلى سواحل قطر. لا يمكن أن تشاهد ذلك في أي مكان آخر في العالم. إنه منظر مدهش، لا ندري لماذا تقوم بذلك، وقد حصلنا على تمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لإجراء بحوث في هذا المجال.